اغلبنا بنلعب ماينكرافت سيرفايفل يوميا وملينا من شكل ماينكرافت الاعتيادي، هيك بهذا الفيديو جبت لكم افضل 5 ريسورس باكات لماينكرافت السيرفايفل. الريسورس باك الاول فيزيبل اورز، هذا الريسورس باك بيخلي كل اور يطلع لون محدد بماينكرافت، تقدر تفرق بين الاورات لانه كل اور بيطلع لون محدد. هذا الريسورس باك بيضيف كثير جماليه للكهوف الكبيره لانه الاورات بتصير تضوي فيها، وبيساعدك انك تشوف الاورات بطريقه اسهل لانه الاورات راح تكون بتضوي بالكهوف. الريسورس باك الثاني الدارك مود، هذا الريسورس باك بيخلي جميع قوائم اللعبه باللون الاسود، يعني الكرافتنج تيبل والصناديق والافران وكل هدول الاشياء باللون الاسود. الريسورس باك الثالث النايت فيجن، هذا الريسورس باك بيمنحك نايت فيجن طول اللعبة، وهذا الشيء بيسمح لك انك لما تنزل على الكهوف الكبيرة تشوف كل الاورات بدون اي مشاكل، ولكن بالنسبة الي بحسه انه بيختل شوي من متعة اللعبة، ولكن كثير مطلوب هذا الريسورس باك لهيك وضعته بهي القائمة. الريسورس باك الرابع كروبس 3D، هذا الريسورس باك بيغير من شكل الزرع ماينكرافت وبيخلي شكله افضل واحلى. الريسورس باك الخامس فريش انيميشن، هذا الريسورس باك بيغير من حركة القراوين واي موف في ماينكرافت بيخليها اكثر سلاسة واحلى، وهذا الريسورس باك من احلى ريسورس باكات ماينكرافت. وهلا راح اشرح لكم كيف تركبوا اي ريسورس باك. بعد ما تحمل ريسورس باك بهذا الشكل تكبس ويندوز ار بالكيبورد فبيفتح لك هاي القائمه يلي اسمها رن، تكتب فيها ابتدا بهذا الشكل، بعدين بتكبس اوكي راح يفوتك على هاي الملفات، راح تكبس ماينكرافت بعدين تنزل شوي وتكبس ريسورس باك، وراح تحط اي ملف بدك اياه هون وراح يصير ريسورس باك جوا ماينكرافت. وبعدين لما تفتح ماينكرافت راح تفوت اوبشن بعدين ريسورس باكس، وراح تلاقي جميع الريسورس باك تبعك هون، انك تحط اي ريسورس باك بدك اياه عن طريق انك تكبس عليه بهذا الشكل، وبعدين راح تكبس دن ويعمل تحديث بهذا الشكل، وبعدين راح يكون ريسورس باك تركب. وبس هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعرف انه صار لي زمان مو ناشر وهذا الفيديو قصير، بس بسبب ضغط المدرسة ما عم اقدر اشتغل كتير على الفيديوهات، وبس ان شاء الله الفيديوهات الجاية بتكون افضل، وشكرا على المشاهدة. Now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff.